لطالما برز العلم والمعرفة كأحد أهم العناصر المؤثرة في معادلة الرفعة والتقدم للمجتمعات الإنسانية والأوطان. وفي هذا المجال يسير قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع وبخطى واثقة نحو الرفعة والعلياء. فترى خريجي كليات ومعاهد مدينة ينبع الصناعية يساهمون بشكل رئيس وفعال في دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية المعتمد على المعرفة ومجالات الأعمال المتنوعة، وفي تعزيز سوق العمل في المملكة بالقادة المتميزين والمهندسين الناجحين وكذلك بالتقنيين المهرة من خلال مجموعة من البرامج المدروسة بعناية والتي توفر لأبنائنا وبناتنا فرصة المساهمة في دعم اقتصادنا الوطني وتشييد وإعلاء بناء وطننا الغالي الذي يزهو بشبابه وطاقاتهم على الدوام. يضم قطاع الكليات والمعاهد في الهيئة الملكية بينبع 4 مؤسسات تعليمية متميزة: كلية ينبع الصناعية والتي تأسست في عام 1409 للهجرة، كلية ينبع الجامعية للبنين والتي تأسست في عام 1426، كلية ينبع الجامعية للبنات والتي تأسست في عام 1426، معهد ينبع التقني الذي تم افتتاحه في عام 1432 للهجرة. ولطالما عرفت هذه الكليات والمعاهد بتميزها الأكاديمي ومستواها التقني الرفيع، وهي تحتضن حالياً ما يقرب 6800 طالب وطالبة يتلقون وهم على مقاعد الدراسة أحدث العلوم والمعرفة في العديد من المجالات والتخصصات المعتمدة من أرقى هيئات الاعتماد الأكاديمية العالمية، حيث كانت كلية ينبع الصناعية أول مؤسسة تعليمية خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على الاعتماد الأكاديمي لتخصصاتها الهندسية من الهيئة الأمريكية لاعتماد البرامج الهندسية والتقنية، وكذلك حصلت على اعتراف الهيئة الأمريكية لاعتماد كليات الأعمال لتخصصاتها الإدارية. تمنح كلية ينبع الصناعية الشهادة الجامعية المتوسطة ودرجة البكالوريوس وكذلك درجة الماجستير من خلال أقسامها المختلفة. قسم الهندسة الكهربائية، قسم الهندسة الميكانيكية، قسم الهندسة الكيميائية، قسم هندسة الإلكترونيات والآلات الدقيقة، قسم الإدارة الصناعية، قسم تقنية المعلومات والحاسب الآلي، قسم تقنية الجيوماتيك. في حين تمنح كلية ينبع الجامعية طلابها درجة البكالوريوس في أقسامها التالية: قسم العلوم الإدارية، قسم هندسة وعلوم الحاسب الآلي، قسم الآداب والعلوم الإنسانية، قسم التصميم الداخلي. أما معهد ينبع التقني فيمنح شهادات البرامج الخاصة للشركات والمصانع التي تستفيد من خدمات المعهد في تعليم موظفيها ومنسوبيها وتطوير قدراتهم. ولقد جهزت المرافق المختلفة في الكليات والمعاهد بينبع الصناعية بأحدث التجهيزات والمصادر وأفضل الإمكانات، ووفرت كل ما يمكن للحصول على أفضل نتائج في مسيرتها التعليمية. وها نحن اليوم إذ نحتفل فرحين بأبنائنا الخريجين نزهو ونزف للوطن هذه الكوكبة من أبنائه المخلصين.